السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد. اليوم ما شاء الله عندي واحد الغريبة اللي سهلة وكتجي لذيذة وما فيهاش يعني كثرة ديال التعقيدات. بالنسبة للمقادير ديال هاد الغريبة غنحتاجو نص رابعة 125 غرام ديال الزبدة، وعلى فكرة كتخرج هاد الغريبة، وعندنا جوج كيسان ديال السنيدة وجوج كيسان ديال الزيت، وعندنا واحد كاس ديال الكوك محمر ومطحون، وعندنا هذا العلبة ديال الصابلي اللي كيتباع ديال الكوك، المهم نتوما عرفتو هداك الصابلي. وعندنا هنا جوج بيضات وجوج خمارات وجوج صاشية ديال الفاني، وعندنا بطبيعة الحال الملح. نبداو على بركة الله بالطريقة. بالنسبة للوسيفي اللي غنحتاجو هو اللخر، نبداو بهاد المقادير من الأولين. أول حاجة غناخدو الزيت ديال غنخدموها بومار. المهم غنحيد لكم المقادير، دائما الملح ضرورية لجميع الحلويات. دونك هنا عندنا الزبدة، يعني هذه زبدة، هذا الزبدة العادية يعني الحيوانية. وغنضيفو السنيدة، وغنخدمو هادشي بومات. الزبدة بطبيعة الحال تكون واخدة درجة حرارة المطبخ. سمحوا لي غنحيد فوي ونخدم بيدي. غندير حتى الفاني، غنخدم كل شيء. الزبدة خرجتها من الثلاجة، يعني كتعاونكم معاك في الخدمة. الدقيق البنات ما حطيتوش، المهم انا غنحط الدقيق نقول لكم شحال غتهز لينا هاد الغريبة. دونك دابا غنضيف البيض، هنا جوج بيضات وديا، كندير هاد الحركة ديال الفوي، كنخدم فقط بالأصابع. هانتوما الخليط ديالنا أصبح متجانسا. دابا غنمشيو نوجدو. المهم البنات عطيت نص كيلو ديال الفرص، تنشوف شحال غادي يهز ليا وغنقول لكم. دابا الكوك قلنا كاس ديال الكوك محمر ومطحون، وعندنا علبة ديال هينريس ديال الكوك، خاصكم دعاو يكون ديال الكوك. هنا غادي نقلب على الشبكة وغربلة الخمارة. هنا كنعدي جوج نصاص ديال الباكية بديتو، هادي باكية كاملة، هادي جوج خمارات ماشي ثلاثة، هي هادي كان فيها نص وهادي نص، وحيدتهم عليا. ونبداو في إضافة الدقيق. بسم الله، دائما الخدمة غير بالأصابع. سهلين هاد الحلويات بالنسبة لي، باقا مدارتش الحلوى، هاي نصنع توجد ثلاثة تشكيلات ساهلين. وكدير كاتز دقيق، نحتاج جوج كيسان زيت، تجي بنينة هاد الغريبة البنات. الكوكو صافي كيجي مع هذا المذاق ديالو،
مزيان. كندور غنكملو هاد السكين فوس. المهم البنات السكيلو ديال فرنسا ما كفانيش، خاصها غير شويه. هانتوما دابا تشربت، خاصها غير شويه، ما تبقاش تلصق ليا بزاف. المهم انا زدت تقريبا شي معلقه او جوج معالق ديال فرنسا على حسب الطقيط. المهم البنات بالنسبه للدقيق 550، هانتوما لان الكوك حتى هو كيشرب ما كتبقاش تلصق ليكم هنايا، لصق ما والو. دونك دابا غنخليها 5 دقائق باش نوجد لوز إفيلي وبياض البيض، لان الغويبه غتفند في بياض البيض ولوز إفيلي. الاخوات سمحوا لي نسيت فيرميسال، كاينه 2 معالق. بالنسبه لهاد 2 معالق هي اختياريه، تقدروا ديفوهم تقدروا ما تزيدوهم تقدروا ديفوهم تقدروا ما تضيفوهمش. دونك انا كديرها في كونجيلاتور، انا ندخلها بهذا الشكل هذا لان كتعرفوا الشوكولاطه راه كيدوب. كندخل معاه ب هاد الأصابع ديالي، حاولوا ما تخدموش هداك الشي بزاف باش ما يدوبش ليكم الشوكولاط. هانتوما هنا راه كنخدم بصبعان. وحنا سالينا الغويبه ديالنا، الغويبه العجين ديال الغويب. هنايا كناخدو الغويبه ديالنا وكنديروها في بياض البيض واللوز إفيلي، ونقدرو نعاودو اللوز إفيلي باللوز كونكاسي أو كاوكاو كونكاسي حسب الإختيار ديالكم. بالنسبه للناس اللي كيبغيو العبار تقريبا 16 غرام، لأن هاد الغويبه كتنفخ الطياب ديالها. حاولوا تبعدو شويه وفي نفس الوقت ديروها صغيره. دونك نكملو الغويبه ديالنا ونتلاقاو باش نشوفو الشكل النهائي ديالها. وهذا هو الشكل النهائي ديال الغويبه ديالنا، كتجي رائعه مذاقا وشكلا. ونتمنى انها تناسب الاحسان ديالكم وتعجبكم. ولا عجبتكم بارطاجيوها مع العائله ديالكم اصدقائكم. ما تنسوناش فضلا وليس امرا، عملوا لايك وبالصحه والراحه وعيد مبارك سعيد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.